I have our friend joined a call. Let us see. That look like they have a camera. لك انفيتاسيون. Hello? الو Yes, هاي hey, how are you? I'm good. Wait, let me see if my dad is listening. بابا تسمع؟ كيف حالك؟ بابا تسمع؟ كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله. ممتاز ممتاز. بنتك خبرتني عنك وأنا حبيت أحكي معك. مرحبا، أنت أصلك اللبناني. أصلي مو مهم، الأصل هو المغزى في الإنسان، قيمة الإنسان. من خلال هذه الألفاظ الأولى حسيت أنك من نواحي سوريا لبنان النواحي، كل شيء حبيت ممكن، أحكي معك. كل شيء ممكن. أخي العزيز، نعم نعم كما فهمت أنك إنسان مؤمن بالإسلام، نعم لماذا أنت مؤمن بمحمد بأنه رسول؟ طبيعي أن يؤمن الإنسان بأي شيء يحبه. لماذا تحب الرسول؟ اطلعت على كثير في كثير من الكتب بأنه مصنف من أعظم الرجال في التاريخ. وهذه الكتب كتبت بمن؟ بمن يحبونه؟ من الذين يحبونه وغير الذين يحبونه. هل قرأت كتبي مثلا؟ أنا لدي كتب، وأنا أعتقد نعم أن أنا لدي كتب، أنا كاتب، وأنا أعتقد أن محمد ليس برسول، يعني هو شخص غير جيد على الإطلاق. من حقك، فهمت، من حقك أن تؤمن أو لا تؤمن، هذا شأنك. ولكن وأي ولكن 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 اسمح لي هناك سبب، هناك سبب. اسمح لي تفضل. لا نحاول شوية. من حقك أن تؤمن أو لا تؤمن، أي رسول له غير المؤمنين به، ما هي الرسالة؟ وهذا ما هي الرسالة؟ شيء عادي جدا. ما هي الرسالة التي أن تقول هو رسول؟ ما هو يعني ما الذي يصنع الإنسان أن يكون يجعل الإنسان رسولا؟ اسمح لي، رسالة قديمة جديدة واقعية الإنسان يبحث عنها. الإنسان هو ظمآن يحتاج إلى الإيمان بشيء يجمعه ولا يدعه يعيش في شتات. ولكن أليس القرآن من قال لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة؟ أهلي كل الرسالات كلها ديال الأنبياء والرسل جميعا من التاريخ، من القديم أو حتى الحكماء، فهم يقولون بذلك. الإنسان محتاج أن طيب، يؤمن بشيء ما. سؤال بسيط أخي العزيز لو سمحت. حينما نعم يقول محمد في القرآن تشابتر الأحزاب الآية 50 يقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للرسول، ما علاقة هذا بالرسالة وبالرب والعبادة والإخلاص والإيمان؟ وامرأة وهبت نفسها للرسول، لماذا يصنع الرسول آيات وهو متزوج من يعني العديد من النساء، ولديه العديد من النساء الأخريات كالسبايا؟ لماذا يعني ما هو الهدف من هذه الآية إن كانت هذه الآية من الخالق الذي خلق السماء والأرض؟ وامرأة وهبت نفسها للرسول، ما رأيك إن قلت أنا النبي وأن يعني أنا وهل هي، نعم يا اسمح لي اسمح، وهل هي وهبت نفسها بالفعل؟ نعم هناك العشرات من النساء وهبوا نفسهم للرسول. أن محمد كان متزوج بألف امرأة. أنا لم أقول 1000، أنا ما تزوج، على الأقل وفقا للمسلمين لديه 13 زوجة. شوف يا أخي، انظر يا أخي، شوف
هناك من هو زير للنساء وعنده 1000 صاحبة أو 15 ألف أو 20 ألف، سوف لن يكفي ظمأه. لا بأس. هل شبع محمد من النساء؟ إن كان قد شبع من النساء، أنت أعطيتني مثلا رائع، هناك شخص لديه 1000 امرأة ولم ي... لا يزال يجب يحتاج إلى المزيد، هذا ما فعل محمد، فهو يقول أنت ويدعي، وهو يدعي. اسمح لي اسمح لي من نعم الذي قال ومن وحدي. الذي قال وامرأة وإن وهبت نفسها للنبي؟ من الذي قال هذا الكلام؟ شوف، القرآن يجب أن تنظر إليه بشموليته، لا بأنك تبحث عن الجدل أو تبحث عن إشكاليات. أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان متزوج بواحدة هي خديجة، وقضى مع عمر طويل، قضى مع حوالي 30 سنة، ولم يتزوج غيرها إلا بعد أن توفيت. كان مقتنعا بها، كانت امرأة عظيمة، ووقفت معه في كل أحواله، قبل مجيء الإسلام وبعد مجيء الإسلام. ولكنها بعد أن توفت لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد امرأة مثل خديجة. وبعد ذلك كانت الأمور عادية عند العرب، أنهم كانوا يتزوجون بالنساء، ولكن فيما بعد جاء التحديد بأن يحدد إليهم العدد ديال الزوجات. فاهم؟ أنا أسمع، يعني كلامك غير نعم صحيح. محمد تزوج لا من خديجة لأنها امرأة ثرية وهي أكبر منه، لا ولهذا تزوج منها. وحينما ماتت، لقد تم وفي الزواج اليوم، لقد وفي تم اليوم الذي كانت تودع يوم اسمح وفاتها، قال لها، لقد أقرئي لي أوجد السلام، أقرئي لي السلام على الحق ضرائرك في الجنة. نقول لماذا أنها فقيرة؟ لماذا تزوج فقيرة؟ لكانت لا، ليست هذا للجامعة غير صحيح. محمد لا يحب سوف النساء، محمد لا يحب النساء التي العجائز، هو يحب الصغيرات، ولهذا أقلت. هل شققت قلبه لتعرف أنه لا يحب النساء؟ أبدا أنا لم أشق قلبه، ولكن الحديث، هو تكلم وسوف أقرأ لك الحديث. غير أنه الله اختاره الرسالة. أنت تقول هل شققت قلبه؟ الرسول تكلم، نعم وهناك حديث بينه وبين شخص من الصحابة اسمه جابر. فجابر كان مستعجلا للذهاب إلى البيت، فقال له الرسول: لما أنت مستعجل يا جابر؟ قال: يعني لألاقي أهلي. قال له: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: هل تزوجت من صغيرة، طفلة صغيرة، أم تزوجت من امرأة ثيب؟ قال: امرأة ثيب. قال: لماذا لم تتزوج من صغيرة فتلاعبها وتلاعبك؟ هذا كلام محمد وليس كلامي أنا. فإذا حينما تقول هل شققت صدره؟ أنا لم أشق الصدر، أشق الحديث. الحديث مكتوب وهو موثق من البخاري، وأنت كمسلم سني تصدق البخاري. نعم، هذا صحيح. إذن لماذا ينصح وقال محمد؟ بأنه هل لماذا ينصح محمد صاحبه بأن لا يتزوج امرأة ثيب بل يتزوج طفلة؟ إذا كان هو، أنت قلت كيف علمت طفلة أن صدر الرسول، هل شققت صدر الرسول وعلمت بأنه يحب الأطفال والكثير الصغيرات بالعمر؟ أنا جوابي أنا لم أشق صدر الرسول، ولكن هذا هو الحديث يثبت بأن محمد حتى ينصح أتباعه بأن لا يتزوجوا المرأة التي هي ثيب بل ليذهبوا إلى الأطفال، يعني حتى ليست هي امرأة، هي طفلة صغيرة. والحديث يقول: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هل من طفلة صغيرة
تلاعبها وتلاعبك، كيف يكون رسولا وهو في 60 من عمره والآن يدعو الناس بأن يتزوجوا من أطفال والهدف أن نلاعبهم ويلاعبون؟ أي منطق هذا؟ فهمك غير صحيح للحديث. الحديث أمامي وأنا أرسلته لك فأقرأه. فهمك أنت، فهمك غير صحيح للحديث. يا عزيزي بابا اقرأ الحديث، بابا إنه أمامك. اسمح لي، لأنه كان يعرف طبيعة الرجال الذين يحيطون به. أخي العزيز دعني أقرأ الحديث لك، دعني أقرأ الحديث لك بالعربية، أو بإمكانك أن تقرأه. أنا أعرف الحديث، أنا أعرف. طيب كيف أنا أعرفه. كيف أنا أنت أعرف تعرف الحديث، الحديث؟ أنت تعرف الحديث وأنت من سألني هل شققت صدر الرسول لكي تعلم؟ ألا جارية تداعبها وتداعبك؟ نعم تلاعبها وتلاعبك. صحيح، نعم. هذا صحيح. نعم. ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة، كان يعرف طبيعة الرجال الذين يحيطون به، وكان يفهمهم جيدا، ولذلك أنه كان ربما أنه يعلم المستقبل بأنه لا يمكن أن يعيش مع امرأة كبيرة في السن. ربما هو عقلية هذا الرجل وجهه بأن يبحث عن شابة حتى يطيب له العيش معها. طيب وما العيب في ذلك؟ دعني أجيبك. أولا ما العيب في ذلك؟ الرجل يعيش هنيئا مع زوجته، هل تقبل أنت أن يأتي أحدهم لصهرك ويقول له لماذا تزوجت ابنة هذا الرجل؟ هي متزوجة سابقا وهي مطلقة وهي ثيب، تعال تزوج من طفلة صغيرة تلاعبها وتلاعبك. وأنت والآن تقول اسمع عزيزي، الحديث أمامي يقول أن جابر أجاب الرسول وقال أن أخي أو أبي قد مات استشهد وقد ترك لي العديد من الأطفال، فكرهت أن أتزوج من طفل بعمرهم. الرسول ليس فقط يدعو إلى الزواج من شابة، هو يدعو إلى الزواج من طفلة. وأنت من قلت أن حينما قلت لماذا محمد قال وهبت نفسها للرسول وتكلمت عن خديجة، قلت لي هل علمت ما في صدر الرسول؟ هل محمد يعلم ما في صدر الرجال؟ أن ولماذا يعلم رجلا متزوجا أصلا، هو متزوج ولم يتذمر ولم يتساءل ولم يعني يقول له أي شيء، هو أصلا فرحا، هو يريد أن يذهب إلى البيت مستعجلا، ولهذا سأله الرسول لماذا أنت مستعجل؟ قال لأني تزوجت. فإذا الرسول هنا يتدخل في حياة الزوجية بين زوج وزوجته وهم في سبات وفي نبات، فلماذا يسأله ولماذا يحرضه على أن يترك الأولى ويذهب إلى طفلة صغيرة؟ حتى أن الشخص جابر قال له كرهت أن أتزوج طفلة في عمرهم. يقول جابر وسوف أقرأ لك، قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. إذن جابر إنسان حكيم، تزوج من امرأة وليس من طفلة، ولكن نصيحة محمد كل الهدف منها أن تلاعبها وتلاعبك. ألا يدري محمد بأن جابر قد استشهد في أحد؟ ألا يدري محمد أن هذا الشخص دفع حياته وترك أيتاما؟ وهذا جابر تزوج من امرأة من امرأة ثيب، ومحمد ينصحه وهي نصيحة شريرة. فأنت إذا كنت متزوج هل تقبل بأن يأتي أحد بينك وبين زوجك ويقول لك لماذا تزوجت هذه الامرأة هي كبيرة، وأنت تقول لي الحجة أن الرسول يعلم ما في نفوس الرجال؟ الرسول الذي يعلم ما في نفوس الرجال يجب أن يقومهم وينصحهم أن لا يتبعوا الشهوات وأن يفعلوا ما هو صح وصحيح، ولكن محمد يفعل العكس. ف
فهو ينصح هذا الرجل الذي متزوج ولم يتذمر، ينصحه بأن يترك زوجته ويتخذ من طفلة في عمر الأيتام كما ترى في الحديث، وقال له، قال: قلت إن له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن وأجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصالحهن. هذا نصيحة من شخص شرير. هل تقبل عزيزي؟ هل تقبل عزيزي؟ هل تقبل؟ ليش لا؟ هل تقبل يا عزيزي؟ رجل شرير. هل تقبل يا عزيزي؟ هل تقبل بأن أأتي أنا إلى لا أنت وحدك في هذه الدنيا؟ نعم. ففهمت. أعرف كيف فهمت أنت حديث الرسول وحدك الذي فهم بأن الرسول هو الشرير اللي كان في هذا العالم. من قال أنني أنا فهمت فقط؟ حتى نساء الرسول قد فهموا بأنه شرير. الوحيد الذي سار أن أليست الرسول عائشة شرير في هذا. أليست عائشة هي من قالت لمحمد: إني أرى ربك يسارع إلى هواك يا محمد؟ لماذا تحاقد؟ لماذا أنت تكره الرسول وتحقد على الرسول؟ يعني أنت تحاول أن تتجنب. ماذا فعل لك الرسول؟ اسمع يا أخي عزيز، أنت تحاول أن تتجنب الإجابة عن شخص شرير وتقول لماذا؟ يعني لماذا؟ لأنه شرير كما ترى، هو يدفع الناس لقتل بعضهم البعض. أليس رسولك من قال: قاتلوهم، قاتلوا أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ كيف يكون هو يعني رحمة للعالمين ويبشر في الإسلام وهو رسول السلام، وفجأة يقول: اقتلوهم حيثما وجدتموهم حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ فكيف تقول لماذا أنت تكره؟ هو قتلنا، هو اغتصبنا، هو اغتصب نساءنا، هو أخذ أرضنا، هو اغتصبكم في مراكش، هو اغتصبكم في تونس، هو اغتصبكم في الجزائر، حتى فرض عليكم اللغة العربية. أنت لست بعربي وأنت الآن تتكلم عربية لأنهم أجبروك على اللغة العربية. ولكن عزيزي، أنت تحاول تجنب الحجة. أنا أتيتك بحجة أن محمد يشجع الرجال على التزوج من الأطفال، كيف تجيب أنت؟ لماذا تكره الرسول؟ لأنه ليس لديك جواب. تفضل. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما تقول، هذا غير صحيح بالكامل. كيف وأنت خلاف ما تروج أقول؟ وهذا البخاري يقول أفكارا غير صحيحة. أخي العزيز، الرسول كان عادلا، هل أتيتك وكان رجل، هل أتيتك بالدليل؟ كان رسول أمن. طيب، الرسول وحمل كان عادلا، هل عدل الرسول بين زوجته؟ بدل وأمضى عقودا أنا بينه أسألك وبين أخي كل العزيز، من، ولكن هل عدل الرسول في بيته؟ هل عدل الرسول في بيته؟ نعم كان عادلا الرسول صلى الله عليه إذن وسلم، كان كيف؟ رجلا عادلا. إذن فلنقرأ الحديث. عائشة وحفصة، هناك أحزاب في بيت الرسول يتفاوضون مع محمد حتى يكون عادلا بينهم. أي واحد له مشاكل في بيته كيف يستطيع أن ليست يحل هذه هذه المشكلة، المشاكل؟ هذه ليست مشكلة. محمد يفضل عائشة على النساء كالثريد، النساء طلبوه، وهذا صحيح البخاري، وهذا النسائي، وهذا صحيح مسلم، كله صحيح الحديث، طلبوه بأن يكون عادلا مع ابنة أبي قحافة أي أبا بكر، ولكنه رفض. فأرسل له فاطمة فرفض، فأرسل له صفية فرفض، فأرسل له حفصة فرفض. كل الطلب كان أن تكون عادلا، أعدل يا رسول الله. ومحمد قال لها لابنته: هل تؤذيني بآذاء عائشة؟ من يحبني يحب عائشة. محمد لم يكون عادلا. لا هذا غير صحيح. اقرأ الحديث معي، اقرأ الحديث معي أخي العزيز، اقرأ الحديث معي. يقول له صحيح. هذا حديثك، هذا مش حديث الرسول، هذا حديث صحيح. مش طيب، تفضل أخي العزيز، افتح الحديث واقرأ هذا الحديث. تقول: وهذا حديث مثبت من المسلمين، صحيح الحديث، صحيح الحديث، صحيح. أنا قد أرسلت لك الحديث.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل الطنط، كان يعدل بين نسائه، وكان أخي يقول العزيز، هذا أخي في العزيز، الطن والطنط. أنا اسمع لدي إليك، أنا أنا لدي أستمع إليك أنا كذلك لدي دليل. أنا أنا أيضا. أنت تتكلم من الهواء، أنا أمامي صلى الله حديث عليه وسلم، أنا أمامي حديث صحيح. يقول اسمح الحديث، إلي، اسمح أخي العزيز اسمع أصمي، اسمح اسمع، لي دعني أقرأ دعني أصمي، أقرأ لا أملك دعني أقرأ دعني أصمي أقرأ. فيما هذه فاطمة، كان يحدث بين هذه المحبة فاطمة، في القبر، فقالت، فقامت في فاطمة الدنيا، حين سمعت ذلك في الدنيا لرسول الله. بين الناس في قلبي. أخي العزيز، أخي العزيز، الرسول كان أنا يعزيز، آتي أنا كان آتيك يقول إلي، أنا اسمع آتيك اسمع بالدليل. اسمع لماذا لا تقبل اسمع الدليل؟ لماذا لا تقبل الدليل؟ اسمع اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. كان يعدل بينهم في النفقة وفي العطاء وفي أخي كل شيء. العزيز، هذا الحديث، إلهي هذا الحديث مكتوب ومنسوب إلى عائشة. هل تكذب عائشة؟ حتى بين أصدقائي، هل تكذب عائشة؟ هل أنت شخص تكذب عائشة؟ لا تدعي؟ فأنت أيضا لا أكذب أحدا، ولكن أخي هناك العزيز، منطق لا وهناك عقل. تكذبني، لا تصدقني، لا تصدق عائشة؟ هل تصدق عائشة أم لا تصدق عائشة؟ ماذا تريد أن تقول؟ أخي العزيز، هل تصدق عائشة؟ عائشة تقول، عائشة من تقص القصة، أن فاطمة ونساء الرسول أرسلوا فاطمة وسألت فاطمة، دعني أقرأ دعني أقرأ، فقلت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. عائشة تتكلم، فاطمة تسأل العدل. هل الرسول جاء لكي يحل مشكلة الحب؟ مشكلة الحب هي الذي تحتاجها الإنسان أي في هذه حب؟ الدنيا. يسألونه في العدل، العدل، العدل يا أخي، العدل بين النساء لا يعدل. محمد لم يعدل، وهذه عائشة، وهذه عائشة. ثم انتهت القصة بقتال وملاسمة بين حفصة وبين عائشة. فكيف تقول لك لي أن محمد كان عادلا وهو لا يعدل حتى في بيته؟ شوف أن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك مشاكل، وكان الله يتدخل من فوق السبع طباق، وكان يتكلم فيها، وكان يقول له هذا أمر مضحك، هذا أمر مضحك، الذي تدخل في أمر اسمع، الذي تدخل في أمر زوجات الرسول هو عمر بن الخطاب. أليس عمر من قال في صحيح حديث: وافقني ربي في ثلاث. اسمع اسمع أخي عزيز، لأن هناك مشاكل كيف يجب أن تحل. لا، هناك تدخل الله، وحل. تدخل الله من سابع سماه، ولكن الحديث يقول عمر قال: وافقني ربي في ثلاث، ومنها أن يطلقنا ويزوجكنا أفضل منكم. سو الذي قال هذه الآية هو عمر، وعمر يقول: وافقني ربي في ثلاث. عمر هو من هددهم، وأنت الآن أثبت بأن محمد ليس بعادل، لأنهم لو كان عادلا لماذا يهددهم بالطلاق؟ لماذا يهددهم بالطلاق إن كانوا راضيات سعيدات بالزوج المسكين المحب العادل؟ لماذا ترفع المرأة صوتها مطالبة بالعدل في أمام زوج هو رسول الله وهو العادل؟ إن كنتم لا تريدن الله حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا، أليس هذا منطق؟ هذا منطق كلام، كلام ليس فيه منطق، كلام ليس فيه منطق، لأن محمد لم يتبع كلامه. هل فضل محمد نفسه؟ هل محمد فضل نفسه على المسلمين؟ سؤال، هل فضل محمد نفسه على المسلمين؟ كيف أن محمد فضل نفسه على نفسه؟ محمد أنه هو مفضل أصلاً، مفضل، مفضل. صاره الله محمد مفضل، من الذي فضله؟ الله هو الذي اختاره، الله هو الذي اختاره، اختاره يكون أن يكون نبيه. له عدد كبير من النساء، أليس محمد كان أحداً آخر مالية. هل حتى محمد الله حينما اختار عيسى، هل محمد كان مسلماً؟ لماذا اختار عيسى؟ هل محمد كان مسلماً؟ هل محمد كان مسلماً؟ هل محمد كان مسلما؟ نعم كان مسلما.
إذا كان مسلماً فلماذا لا يتبع الإسلام؟ الإسلام يشرع بأربع زوجات، كم عدد زوجات الرسول؟ المسلم هو الذي من أسلم وجهه إلى الله. كلام ليس له معنى، كلام ليس له معنى، because لأن المسلمين قتلوا ونهبوا وسرقوا وأتوا إلى المغرب وقتلوا وسرقوا وذهبوا إلى الأندلس وقتلوا وسرقوا وأتوا إلى الشام وقتلوا وسرقوا. أخي العزيز أنت تتهرب، أنت تتهرب. إذا كان محمدا مسلما، إذا كان محمد مسلم لماذا لم يتبع القرآن؟ لماذا لم يتبع القرآن؟ محمد هو محمد هو الرسول. كل الدنيا نهبت وقتلت إلا المسلمين لم ينهبوا ولم يقتلوا. ماذا قتل أخي العزيز المسلمين؟ ما هي الجزية؟ الأرض التي عليها أنت الآن ليست أرضك إذن، إذا كنت عربيا. العرب ليس العرب ليس أهل المغرب. أنت ناقم. ملك المغرب، ملك المغرب يدعي أنه من نسل الرسول، هذا عربي، فكيف يحكمك؟ هل أنتم عرب؟ هل الأفارقة عرب؟ هل أهل الشام عرب؟ هل أهل العراق عرب؟ دقيقة اسمع أخي، أنا أسألك، هل محمد رسول الإسلام هل هو شخص قد تبع الإسلام أم لم يتبع؟ هل تزوج أربع نساء فقط كالمسلمين؟ سيبي ويت ماذا قلت عن ملك المغرب؟ ملك المغرب هو شخص يدعي أنه من نسل رسول الله، صحيح؟ صحيح. إذن هو عربي. عربي. كيف يحكمك العربي وأنت إفريقي؟ الحمد لله، أيا كان يحكمني. ماذا تريد أن أنت يحكم؟ قلت لم يسرقوا ولم ينهبوا، أخذوا أرضك وأخذوا الملك وأخذوا الحكومة وأخذوا الذهب وأخذوا القصور، وأنت مشرد. اسمع أخي، أنا أسألك، هل تزوج محمد من أربع نساء؟ هل تزوج محمد من أربع نساء فقط؟ المغرب دولة تأسست قبل أمريكا، تأسست منذ 14 قرنا الحمد لله. لا يغير يعيش المغرب في لا يغير في الأمر شيء، لا يغير في الأمر شيء. هذه ليست أرضهم، ليست أرض العرب. العرب ليسوا الأمازيغ، العرب ليسوا الأمازيغ، ليسوا أهل مراكش. العرب محتلين، أنتم لكم لغة وهي ليست اللغة العربية. أخي العزيز لا تغير الموضوع، هل تزوج محمد أربع زوجات كما قال القرآن للمسلمين، أم أنه مفضل في الجنس والذهب والمال؟ المسلم يتزوج أربع نساء، لماذا الرسول لا يتبع الإسلام؟ أنت لا، الرسول لا يتبع الإسلام. المجتمع العربي آنذاك هل تطهر؟ لا تتغير الموضوع، أنا لا يهمني، لا يهمني، اسمع، لا تغير الموضوع. رسولك أمرك بالطهور، رسولك أمرك بالطهور ولم يتطهر. رسولك أمرك بالتحصن ولم يتحصن. رسولك شرع المتعة. يا لا حول ولا قوة. اسمع يا رجل، أنت لا تريد أن تتكلم في موضوع واحد. ماذا تريد؟ هل شرع رسولك المتعة؟ المتعة فطرية رجل، يا رجل أي رجل في الدنيا يتزوج. المتعة فطرية أن تتزوج امرأة بعقد نكاح فاسد، أن تقول لها زوجيني نفسك لساعتين. هل تريد رجل؟ أتريد أن تصبح هم؟ اسمع اسمع، أنت تقول أنه لا مانع لديك أن تقوم يعني امرأة بأن تهب نفسها مقابل المال؟ الفطرة هي أن تهب امرأة أو اثنين أو ثلاثة. أي فطرة هذه؟ أي في فطرة؟ أمريكا. هذا بغاء، هذه دعارة. المرأة التي يدفع لها، اسمع، المرأة التي يدفع لها مالا مقابل الجنس، مقابل الجنس، أنت تدفع المال لإمرأة مقابل الجنس. نعم. كيف تقول هذا من عند الله؟ جنس شيء مطلوب، شيء طبيعي كما نعلم، كما هو الشرط.
طبعا الجنس شيء مطلوب، ممتاز مطلوب، ولكن كيف يشرع رسول الله البغاء؟ الآن اسمح لي اسمح لي، البشرية الآن هناك 8 ملايير بشر، كيف لا جاؤوا عن طريق أنت الزواج؟ تتهرب من السؤال، هل أنت تؤيد البغاء في المجتمع الدعارة؟ البغاء حرفة قديمة لا إذا يوجد مجتمع، أنت لا تشرع، يوجد أنت تقول لا أنك مسلم وتحب البغاء وتشرع البغاء، وهو مهنة قديمة. إذا محمد يعني بعد هو يتبع ديانة قديمة، ديانة البغاء. محمد ولا قبل محمد، البغاء لن ينمحي على وجه الأرض. في أي دولة في العالم موجود هناك بغاء؟ المسيح حرم الزنا، البغاء وأنت تقول المسيح حرم الزنا، وأنت تقول بأن محمد حلل الزنا وحلل البغاء، حرم، لا فكيف حرم، ها؟ الإسلام حرم الزنا، كيف حرم ولكن الزنا؟ كيف حرم الزنا؟ أليس القرآن يقول استمتعتم به المتعة؟ ماذا تريد أن تقول؟ الناس لا يمتثل، هل المتعة من الإسلام أم أنها من دين غريب؟ أليس محمد من قال أيهما رجل وامرأة أرادا 3 أيام يتعاشرا، وإن أراد أن يتتركا 3 أيام؟ الزواج عرف اجتماعي قديم موجود في جميع هذا المجتمعات. ليس زواجا، إذا أردت أن هذا ليس زواجا، هذا متعة. المرأة تحصل على أجر مقابل أن تمارس الجنس مع رجل لا تعرفه، قد دفع المال ووافقوا على المدة فيذهبون إلى هذا السرير. وهذا الحديث اسمح لي يا أمامك، الرسول يقول أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتركا تتركا. الحديث فقط يوجد عندك أنت وحدك، هذا الحديث في تعرف البخاري، أنت وحدك، هذا الحديث في البخاري يا أخي، تراوي هذا الحديث في البخاري، أنت يقول عندي أنا فقط، هذا الحديث في البخاري، وهذا من القرآن، القرآن سورة النساء الآية 24، هذا قرآن أيضا. ماذا تقول الآية؟ ماذا تقول الآية؟ الآية النساء الآية 24، وما استمتعتم به من النساء فأعطوهن أجورهن. هذا على الصداق، الصداق هذا وليس على على اتفاق، هذا على المتعة. هذا على الصداق، ليس على افتح مزاجك أنت، أخي العزيز، ليس على مزاجك، افتح لا الجلالين، هذا ليس على، افتح تفسير هذا ليس الجلالين، افتح تفسير الجلالين، افتح تفسير للتشجيع على الزواج، اسمع على اسمع، الحصن، لأن لا الآية لا من بأس، لا بأس القرآن، لا بأس. الآن ماذا اسمح لو لي، فتحنا القرآن ابن كثير؟ ماذا لو فتحنا ابن كثير؟ هل توافق على ابن كثير؟ هل ابن كثير هو يكره محمد؟ هل الجلالين يكره محمد؟ هل الطبري يكره محمد؟ كلهم يقولون أن هذه في المتعة. وهذا اسمح لي يا الحديث ابن كثير، لا ابن كثير وهذا غير الحديث ابن، لا اسمح لي يا ابن كثير، جيب بزاف ديال الاسرائيليات في التفسير ديالو، ابن كثير الجلالين هل هو إسرائيلي؟ نعم، هذه كتب لا يعتمد بها، لا يعتمد بها، أعطني كتاب أنت تعتمده. هذه كتب يردون عليهم كثير من أعطني المسلمين كتاب ولا أنت يعتمدون تعتمده، عليه، يقول على ما يبدو أن كل المسلمين الآن أصبحوا يهود. اسمع، هل البخاري يهودي؟ حتى ولو كان يهوديا، ماذا يعني؟ أنا أسألك، أنت تقول إسرائيليات، أنت تقول إسرائيليات، أنا أسألك، هل البخاري من أهل الإسرائيليات؟ هذا الحديث في البخاري. البخاري، أنا أعطيتك الرابط، افتحه واقرأه بالعربية. أيهما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال؟ أنت قلت لي هذا حديث موجود عندك أنت فقط، أنت اتهمتني بالكذب، ولكن أنا لا أكذب، الحديث أمامك. بابا شوف في السكرين، راني دايره لايف، شوف غير شوف، راني حالي أنا الكاميرا، أرسلت اللينك، فليفتح اللينك، افتحه واقرأ، اقرأ بالعربية بأم عينك. وهذا البخاري وهذا رقم الحديث، فكيف تقول هذا رقم، لا لا أنا من يعني هذا الحديث موجود عندي فقط؟ حديث ماذا؟
أيهما رجل، أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينها بينهما 3 ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. ثلاثة أيام يا رجل. الرجل تشرع الرجل تريد يجامع امرأة مسلمة. إليك في حي أتشاء. نعم، لم أسمع. أيما رجل وامرأة توافقا عشرة ماذا؟ 3 أيام. زنا 3 أيام يا رجل. هل سمعت بحياتك بأن رجل يتزوج امرأة 3 أيام فقط؟ وإن أراد أن يتزايد يتزايد، أراد أن يتتارك يتتارك. هل خلق الله آدم وحواء وقال له تزوجها 3 أيام تسلى من أجل الزنا؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا الحديث أمامك يا أخي، هذا الحديث من صحيح البخاري. أين أتيت بهذه المعلومة؟ هذه معلومة غير صحيحة. أخي العزيز، هذا البخاري ويقول، اسمع اسمع، يقول باب نهي، حتى وإن باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا آخرا، أي أنه باشره وعلمه وثقفه وأسلم به، وبعد ذلك أنكره وقال لا تفعلوا. إذا رسولك حين بدأ النصارى يسخرون من هذا الرسول الذي يشرع الزنا، الرسول لم يشرع الزنا بل حارب أخي الزنا الحديث بجميع أمامك الوسائل. المتعة، قال آية المتعة، هل تقول لي، اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي هل تدعي، اسمح هل لي تدعي أنك اسمح لي لم اسمح تسمع لي بزواج المتعة في حياتك؟ لا هل أنت تدعي أخي الزاني العزيز؟ لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرام الزنا، حرام. حرام الزنا، ولأنه شرع الزنا فليس هناك زان. والذين لا يدعون مع الله اسمع اسمع اسمع، كيف يكون هناك زان بعد اليوم؟ ولا يكون ولا كيف يكون يكون هناك زان بعد اليوم؟ لا يكون هناك الزنا حراما قطعيا. كيف يأتي البخاري ويحلل الزنا؟ ليس حرام أخي، غير منطقي، غير اسمع اسمع، مقبول عقليا، غير هل مقبول، أنت غير تقول مقبول. لي، هل الله تدعي، حرم هل تدعي، الله اسمع حرم اسمع، الزنا في القرآن، ابنتك دليل في النص ابنتك الشرعي تسمع القرآني. ابنتك يمكن أن تسمع يأتي حديث أن يحلل إلى ابنتك الزنا. تسمع ابنتك تسمع، هل تدعي، هل تدعي، يسمع من هل يسمع أنت هل حتى أنت ويستسمع هل أنت الدنيا. تدعي أنا أتكلم هل أنت بصواب تدعي بأنك وبأدب. لم تسمع بزواج المتعة في حياتك؟ هل تدعي بأنك لم تسمع بزواج المتعة في حياتك؟ ربما وقع ما في فترة ما لظروف ما، ولكن في أنت الحياة تدعي العادية الآن أن الرسول قد لا حلل يمكن. الزنا في وضع ما. أنا أعرف بعض الدول هناك فيها زواج المتعة. ولماذا؟ ممتاز ممتاز، أنا في المغرب، هناك دول، هناك اسمح لي دول تتبع الشيطان يحللون الزنا. أنت الآن أطمن، اسمع أنت اسمع اسمع أنت اسمع. الآن أنت المغرب، أنت الآن المغرب تحلل، ممنوع فيه زواج المتعة. المغرب ممنوع فيه ممنوع زواج المتعة. ممنوع، ولكنه في القرآن. الممنوع لا يوجد في القرآن، هل لا مسموح يوجد لك في القرآن، هل لا مسموح يوجد في لك في القرآن. المغرب أن تتزوج زوجة ثانية؟ هل مسموح لك في المغرب أن تتزوج زوجة ثانية؟ مسموح. مسموح؟ المغرب ممنوع زواج المتعة، أنا أسألك، ممنوع. هل مسموح لك أن تتزوج زوجة ثانية في المغرب؟ نعم مسموح أن أتزوج زوجة ثانية إذا كانت عندي قناعة، عندي قناعة ودواعي ما ممتاز عن طريق القاضي. ممتاز، أنت قلت أن المتعة ممنوعة، كيف تكون ننظر إلى المتعة، ظروف صحتي. كيف تكون المتعة غير موجودة وتمنع ما هو غير موجود؟ هي غير موجودة أصلاً، أنت قلت هي غير موجودة، كيف تمنع ما هو غير موجود؟ الزنا، قلت الزنا موجود في جميع أنا أسألك عن المجتمعات حتى المتعة، في المتعة هل المتعة زنا أم أنه غير زنا؟
متعة زنا، المتعة تعتبر إذن زنا. كيف شرع محمد الزنا وهو المتعة كما قلت؟ أنا أوافق المتعة الزنا، فكيف محمد شرع الزنا وأنت من قلت وربما نعم؟ نحن حوالي الآن نصف ساعة نتكلم عن المتعة. وعندك عقدة في الجنس؟ هل يوجد عندك عقدة في الجنس؟ أنت ليس لديك عقدة، أنا لدي عقدة، أنا ضد الزنا، أنت ليس ضد الزنا، ممتاز ممتاز، هل أنت متزوج؟ أنت أنت تدعي الآن، متزوج؟ أنت تدعي لا الآن، أنظر، أنت تدعي أجد الآن أجد بأن الشخص الذي بصراحة، أجد يعارض بصراحة، الزنا، أنت أجبني تدعي بصراحة، أجبني بصراحة على أنت سؤالي، هل أنت تدعي متزوج؟ أنت تدعي لا بأن اسمعني، الشخص الذي اسمعني، يعارض الزنا، الشخص الذي يعارض أجبني على الزنا سؤالي، لديه عقدة. لماذا تفر من الجواب؟ أي لماذا لا جواب؟ تريد أن تجيبني؟ أي جواب؟ تزوج؟ لماذا سوف يتزوج؟ هل أنت متزوج؟ أنا لست متزوج، هل هناك مشكلة عندك؟ لا يحق لك أن تتكلم في الزواج، كيف لا يحق لي لا أن يحق أتكلم لك أن على أي تتكلم على أي أساس؟ على أي أساس؟ لأنك تعاتب الأزواج وتنظر للزواج من منظور آخر بأنه هو سبب أين متاع الزواج؟ هذا ليس الباحث. زواجا، الرجل يقول بأن أي امرأة ورجل توافقا، يا أخي يا أخي اسمع اسمع، أنت تقرأ العربية وتفهم العربية، هل ترى كلمة زواج؟ اسمح لي، اسمح لي، هل ترى في الحديث؟ هل نحن ترى مثل هل ترى ندخل في بالدارجة، الحديث؟ اسمع، هل ترى في الحديث كلمة زواج؟ هما باردين، ليس هناك زواج، ليس هناك زواج، وأن تذهب لتتعالج تقول عند تق... الطبيب. اسمع يا أخي، لا جنسي، أنت أنت تحاول أن تشتمني، تسألني، يجب أن أنت تذهب تحاول أن تشتمني، طبيب، أكشف عليه المشكلة، أنا أكشف عليه وعدت المشكلة. ابنتك أن لا أكون دونا في الكلام معك، لا تشتم، لا تشتم يا أخي العزيز، الزواج لا تشتم، لا تشتم، ليس داعي للشتيمة، أنا أسألك، إذا ليس سبب، أنت وافقت، أنت وافقت، أقول أنت إذا وافقت كنت عن من بأن الأزواج أنت متزوج، كيف تتكلم في موضوع أنت لا أخي تمارسه العزيز أصلا؟ محمد، لا اسمع اسمع، يعني أنت حين لما أنت كنت متزوج لا يحق لك أن تتكلم في الزواج؟ لا، أنا كنت صبيا، ولكن حينما رشدت أنت كنت وبدأت، صبيا، يعني هل تزوجت وأنت صبي؟ عندما بلغت الحمد لله أحبيت النساء، أحبيت النساء. إذن ولكن هناك فترة لم تكن متزوجا، فكيف هناك يحق لك أن تتكلم عن الزواج ولم تكن متزوج؟ كلامك غريب عجيب، اسمع الآن اسمع هو اسمع يقول اسمع اسمع اسمع، أنت تقول أن الشخص الذي لا يأخذ المخدرات لا يحق له أن يتكلم عن المخدرات لأنه لم يأخذ المخدرات. اسمح لي، الرسول الله يقول في القرآن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا كذب، الفطرة هذا كذب، سمي لي امرأة زوجة المسيح، لا يريد أن يتزوج، يريد سمي لي، أن يمارس إذا الآية التي ذكرت هي كذب، هو قال بأنه جعل للرسل قبله أزواجا، وهل تزوج المسيح؟ لم يتزوج، فإن محمدا يكذب أيضا. ثانيا، هل محمد أصلا تزوج؟ محمد يأخذ النساء من بيوت أزواجهن، من هي صفية؟ قتل زوجها، قتل أخاها، قتل أباها، واغتصبها في خيمة على بعد 50 مترا من جثة أباها وأخاها. يكذب حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج ندري. المسيح هناك حالة شادة، لماذا؟ وأنكم تزعمون، النصارى يزعمون بأنه أخي يكون العزيز، الله، أخي العزيز، بس أنت قلت، يكون لله، أنت قلت، والله نفسه أنت قلت، يكون لله. أنت قلت أن الرسل قبل محمد لديهم غير أزواجا، أنت قلت أن الرسل قبل محمد لديهم أزواج، ولكن أنت وافقت بأن المسيح لم يتزوج، فإذا محمد كذب. لا، لم يكذب، ولكن هناك استثناء، أين الاستثناء؟ هل قالت الآية؟ هل قالت الآية؟ هل قالت الآية بعضهم تزوج؟ هل قالت الآية بعضهم تزوج؟ يعقوب تزوج، كل الأنبياء اللي مسرودين في القرآن تزوجوا. هل قالت الآية بعضهم تزوج أم كلهم تزوجوا؟
استثناء عيسى عليه السلام لأنه هل قالت الآية استثناء؟ هل قالت الآية استثناء عيسى أم أنك تؤلف من عندك؟ عموم اللفظ، لا اسمح لي، بعموم اللفظ أننا نفهم بأن كيف عموم اللفظ؟ اقرأ الآية، اقرأ الآية مرة ثانية. اسمح لي، بعموم اللفظ أننا نفهم بأن الرسل جميعا اقرأ 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 وقل لي كيف فهمت بعموم اللفظ. اقرأ اقرأ يا أخي العزيز، اقرأ اقرأ وقل لي. نحن نعرف عن طريق، اسمح لي. طيب اسمع، كيف فهمت، كيف علمت، كيف علمت بأن المسيح لم يتزوج؟ كلام، كيف علمت أن المسيح لم يتزوج؟ كيف علمت بأن المسيح، كيف علمت؟ اثنين تزوجوا، اسمح لي، نحن نعرف عن طريق الدين أن هناك اثنين لم يتزوجوا وهو يحيى. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ أنا أسألك، أنت تقول عن طريق الدين، قل لي كيف عرفت بأن المسيح لم يتزوج؟ نعم، لم يخلف، لم أنا أسألك كيف عرفت أنه لم يخلف ولم يتزوج؟ التاريخ، التاريخ يقول بأن عيسى لم يخلف ولم يتزوج. أنت تتبع التاريخ أم تتبع الرسول؟ التاريخ، حتى التاريخ، التاريخ. هل أنت، هل أنت هل أنت تعلمت، هل أنت تعلمت عن المسيح؟ أنت تقول لي الآن، أنت تقول لي الآن أن الموضوع عن خصوصيتي. اسمع اسمع اسمع، غير تزوج، أن الله، الله قد رفع عيسى عليه السلام، قد رفع عيسى عليه السلام. لماذا رفعه؟ لماذا رفعه؟ لماذا لم يرفع محمد؟ طبيعة الحال كانوا يريدون أن يقتلونه. وقتلوه؟ ألم يقتلوه، ألم يقتلوه اليهود بالسم؟ لم يقتلوه، قتلوه. هل تكذب الرسول يا رجل؟ هذه جريمة، أنتم تتهمون اليهود بأنهم قتلوا، ولكن المسلمين يبرئون اليهود، ليسوا قتلة. حسنا، هذا هو مشكلة المسيحيين. حسنا حسنا، أنت قلت اسمع اسمع، أنت قلت أننا نتهم اليهود بأنهم قتلوا. إذن أنت تكذب القرآن، أنت تكذب القرآن، لأن القرآن، اسمع، اسمح لي، القرآن يقول أنتم تتهمون بأن اليهود قتلوا ولكنهم لم يقتلوا. هذه الجريمة لم يرتكبوا، هذه الجريمة بالضبط لم يرتكبونها اليهود. اسمع، إذن أنت تكذب محمد، أنت تكذب محمد وتكذب القرآن. القرآن يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا يقتلون، نعم. أنت قلت أننا نتهم اليهود، ولكن القرآن من يتهم اليهود بأنهم يكذبون ويقتلون. والآن أنا أسألك، أنا أسألك، إن كان محمدا ليس بكذاب، من الذي، من الرسول الذي قتل، من الرسول الذي قتله اليهود؟ اسمح لي، اسمح لي، حينما نأتي بمجرم ونحاكمه أمام القضاء وبأنه ارتكب كذا ولكنه لم يرتكب هذه الجريمة، نعم اليهود ارتكبوا جرائم ولكن هذه الجريمة لم يرتكبونها. أي جريمة؟ وهذا صحيح. أي جريمة؟ هذه الجريمة ديال عيسى عليه السلام لم يرتكبوا اليهود، ارتكبوا جرائم أخرى. طيب اسمع، أنا سألتك، سوف نعود للجريمة التي تتكلم عنها، لأن القرآن يثبت بأنهم فعلا قتلوا المسيح. القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي أنهم قتلوا شخصا هو على شكل المسيح وصوت المسيح وباسم المسيح وصلبوه، ولكنه شبه لهم، أي أن الله مخادع، الله كذاب، الله نصاب، الله. أنت تقول الآن أن اليهود ظنوا بأنه المسيح وأنت تدعي بأنهم لا يقتلوا المسيح، ولكن المسيح كان هو من قتل. وأنا أسألك الآن، أنت قلت، حينما قلت لك أنا أن اليهود قتلوا محمد، قلت لي أننا نتهم اليهود كذبا، هل قتلوا اليهود محمد أم لم يقتلوه؟ مات موتة عادية طبيعية. إذن عائشة تكذب، لأن عائشة تقول
بأن الرسول، وهذا الحديث سوف أرسله لك أيضا، دقات عائشة رضي الله عنها أن كان النبي صلى الله، اسمع اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع 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 يا أخي، أنت اسمح لي، أنت 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 أنا أقول هذه، أنت تكذب، أنت تكذب عائشة، اسمح اسمح لي، أنا لا أكذب أحد، وإذ يمكر بك الذين كفروا، اسمح لي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولكنهم لم يقتلوه. ممتاز، الله الله نصاب كذاب ماكر، المكر من شيمة من؟ الشيطان، هو يمكر بالناس، يكذب على الناس، المكر هي ليست من شيم الكرام، هي من شيم اللئام، إذا الله مكار. وأنا أسألك الآن، عائشة قالت، لست أنا، عائشة قالت في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهر من ذلك السم. هل أنت تتهم الرسول بأنه يكذب بأنه مات من السم من أهل خيبر؟ لا، هذا غير صحيح، هذا الحديث أمامك، هذا غير صحيح، أنت تنكر لأن الحقيقة صادمة، الحقيقة صادمة، واسمع اسمع ما فعلتنا الآن، أنت أنكرت ما هو في صحيح البخاري، وهو صحيح حديث من البخاري، وقد أرسلت لك الحديث، أنت 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 اسمع، افتح 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 صحيح البخاري، افتح صحيح البخاري، صحيح البخاري، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، افتحه واقرأه، وهذا الحديث، وهذا موفق، وهذا البخاري، 4428 رقم الحديث. أخي العزيز، محمد قال مات مقتولا، مات مقتولا بالسم، مات مقتولا بالسم. وأنا أسألك الآن، إذا كان محمد مات مقتولا بالسم، لماذا الله لم ينقذ محمد من السم؟ لم يموت السم، بل مات موتة عادية طبيعية. يا أخي، يا أخي، أنت 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 تحاول أن تقاوم المخرز بعينك، أنت تحاول أن تقاوم المخرز بعينك، لا تستطيع، هذا الحديث أمامك. اليوم أكمل، هل البخاري، هل البخاري أخي العزيز، هل البخاري من تلفيقي أم من تلفيقكم يا مسلمين؟ ماذا تريد أن تقول؟ أنا أسألك، من الذي كتب البخاري؟ البخاري، نعم، من الذي كتب البخاري؟ أنا أعطيك أدلة من البخاري، وكلما أعطيك دليل أنكرته. البخاري، هناك أمور يجب أن تبحث كثيرا وترتب الأمور. إذن الحل ناو، الحل الآن، الحل الحل، بالبداية أنكرته، بالبداية أنكرته، بالبداية كذبته، والآن والآن تبحث عن حلا. هناك مشاكل كثيرة ونبحث عن حل، أي حل؟ هذا البخاري يا رجل. أنت تقول ويل للمصلين ثم تسكت وأكمل الآية ثم أذكر. أنا لم أسكت، أنا لم أسكت، أنا قرأت الحديث إلى النهاية، اقرأ الحديث إلى النهاية، لا أنا لم أسكت، لا دعني أقرأ الحديث إلى النهاية. وقال يونس، اسمع اسمع اسمع، أنا لم أسكت، أنا لم أسكت، أنا قرأت الحديث من البداية إلى النهاية. وقال يونس عن الزهري، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام. اسمع يا رجل، اسمع اسمع، أنت تكذبني وتشتمني وأنا صابر، أنا لا أكذب، هذا البخاري. كمسلم، نعم، البخاري هو بعد القرآن الكريم، نعم، قرآنا،
البخاري ليس قرآن. لا حول ولا هذه قوة، البخاري ليس قرآنا، إذا لماذا تحتاجون للبخاري؟ البخاري ليس قرآنا، نأخذ منه ما لما؟ إذا أنت اسمع اسمع، أنت لأنك لا تستطيع أن تدافع تدعي، نعم أنت الآن تدعي بأن البخاري كذاب. لا أدعي أنه كذب، ولكنه فعل في كل ما في استطاعته وفي جهده، حاول أن يجمع أو أن ينقح، وربما وقع هناك في أخطاء وأغلاط، وهذا وارد، هو بشر وليس نبيا، ليس قرآنا. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنه إن قلت شيئا مخالفا للقرآن أو مخالفا للعقل فاتركوه، قالها عن نفسه، فكيف لبشر آخر؟ الرسول لم يقل هذا الكلام، الرسول قال من كتب عني غير القرآن فليمحيه، من كتب عني، من أخذ عني غير القرآن فليمحيه، لأنه كان يعلم أنه كذاب. كثيرا هناك أكاذيب أحاديث كثيرة مكذوبة عن الرسول. إذا أنتم كمسلمين أنت تقول أن المسلمين كذابين، أنت تقول هذا، أنا المسلمين يكذبون. قول للمسلم، لا اسمح لي، حينما يجتهد الإنسان فيصيب وحينما يجتهد فيخطئ. أنا أسألك، أنت تتكلم هباء. هل كذب هذا الحديث من المسلمين؟ أي حديث؟ الحديث الذي ذكرت أنه مات مسموما. هذا غير وارد. هذا أخي العزيز، أنا حسب ما قرأت أخي العزيز، الحديث مثبت وصحيح. لم يموت مسموما، هذا اسمع، لا تريد مثلا، اسمع هذا هذا هذه فتوى، سوف أرسل لك فتوى، سوف أرسل لك فتوى. الفتوى تقول شبهة حول موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالشاة المسمومة، الحديث مؤكد إنه صحيح، لأن قتله محمد، لأن الذي القتل بأن اليهود قتلوا محمد. نعم هذا غير صحيح. نعم اليهود قتلوا، يقتلونه. اسمع كيف علمت بأن هذا الحديث غير، كيف علمت بأن هذا الحديث غير صحيح؟ هل سمعت بهذا الحديث من قبل؟ اسمح لي. هل سمعت بهذا الحديث من قبل؟ هل سمعت بهذا الحديث من قبل؟ هنا قتله وتسميمه، ولكنه لم يستطعوا، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، الله قد عصم رسول الله من ذلك. إذن هذا دليل على أنه كذاب. لأنه أصلا في القصة تقول، بأن محمد قال للمرأة اليهودية لن يقدرك الله، على ذلك، وهو سألها لماذا فعلت هذا، فقالت إن كنت ملكا تتخلص منك، إن كنت رسولا فإن ربك سوف يخلصك، ولكنه مات بالسم. وهذا يا أخي العزيز، أنت أنا لدي دليل بأن محمدا قد مات بالسم، أنا لدي دليل من البخاري. ما هو دليلك؟ تقريبا حوالي ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ لم شيء أنا أستفيد منه في حياتي، والله لم تفيد مني، لا أستفيد، لم أستفيد منك قد شيئا. قد علمتك بأنك قد علمتك بأن الرسول أزاج المتعة والزنا والعمر والقتل والكذب. اسمع، هل حلل الرسول لك أن تكذب على زوجك؟ هل حلل لك الرسول الكذب على زوجك زوجتك؟ هل حلل لك محمد أن تكذب على زوجتك؟ لا يحق لك أن تتدخل، بيني وبين زوجتي. أنا لم أتدخل، أنا أسألك سؤال عن الدين، أنا أسألك سؤالا في الدين، أنا أسألك سؤال في الدين، هل حل لك محمد أن تكذب على زوجتك؟ واحد، كل واحد له علاقة مع زوجتي وعنده أسلوب. أنت تتصرف كطفل صغير الآن. أنا أسألك سؤال في الدين، أنا لا أسألك عن زوجتك، أنا أسألك في الدين،
هل حلل لك الإسلام في الدين أن تكذب على زوجتك وأن تكذب الزوجة عليك؟ الله قال لن نجعل بينكم مودة ورحمة. هذا ليس السؤال، أنت تتهرب من السؤال. دعني أفصله لك أكثر. أليس رسولك من قال حلل الكذب في ثلاث؟ حلل الكذب في ثلاث. ما هي المودة وما هي الرحمة؟ أنت تغير الموضوع. أي مودة وأنت تكذب على زوجتك؟ طيب بالهدايا اسمح لي، والرحمة هي أن تحسن إلى زوجتك بلا حدود وبلا، وأن تضرب الزوجة وبلا قيود، وأن تضربها. نعم، ألم يقل القرآن اضربوهن؟ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوتا ولا صوتا. هل لم يرفع صوتا؟ أنا أسألك، هذا كلام غير صحيح. عائشة قالت لهدني على صدري وتوجعت، لهدني على صدري. أنا أسألك الآن، هل يقول القرآن بأن تضرب زوجتك في سورة النساء؟ أن الرسول قد ضرب نسائه، أحد نسائه. أنا أسألك، والله لم يضرب أحدا. هل شرع القرآن ضرب النساء؟ هل شرع القرآن ضرب النساء؟ هذه القاعدة جيدا، الرسول لم يرفع صوتا ولا صوتا على أزواجه. لا بأس، إذا أعطيتك حديث وهو مثبت الآن سوف تكذبني. هل تتحداني أن أعطيك حديث؟ هل تتحداني؟ إذا أعطيك الحديث الآن، إذا أعطيتك الحديث الآن بأن الرسول قد ضرب عائشة، ماذا سوف تفعل؟ ماذا؟ لم يضرب أحدا، وما لم يضرب أحدا. أنا أسألك، إن أعطيتك حديث يؤكد بأن عائشة قد ضربت من محمد، ماذا سوف تفعل؟ والله العظيم هذه أحاديث عندك بوحدك، بوحدك تعدك صح. أنت تقول بوحدك. أنا متأكد أن ابنتك تضحك، تقول أن هذه الحديثة عندي وهي في كتبك، وأنا أعطيك الرابط وأعطيك الحديث وأعطيك رقمه وأقرأه أمامك على الشاشة، وتستمع وتقول هذه الحديث عندك فقط، هذا هو الحديث أمامي. لماذا تقول هذا الكلام يا رجل؟ فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. وهذه الآية وهذه القصة هنا وهذا الحديث يقول صحيح. كيف تدعي بأني أكذب؟ كيف تدعي بأني أقول ما ليس في كتابكم؟ قد ضربها. ماذا؟ كان الكونكسيون مقطوعة، كانت الكونكسيون مقطوعة. أعد ما تريد أن تقوله. عائشة قالت بأن الرسول قد ضربها، فقالت فلاهدني لهدى في صدري أوجعتني. وأنت من ادعيت بأن محمد لم يضرب صوت نساءه ولم يرفع صوته يوما، وهذا الحديث صحيح. لماذا؟ هذا هو الضرب عندك، هذا هو الضرب. أوجعت قلت لم يضربها، أوجعها، ضربها على صدرها. قد ضربها على صدرها. هل ضرب النساء الآن أنت تبرر الضرب. الآن أنت تبرر الضرب وتقول هل هذه ضربة؟ هل هذه ضربة؟ المرأة تقول أوجعني. أوجعني، أوجع ماذا؟ ربما الضربة. هي كانت، اسمح لي، هي كانت تقول والله لا أعرف أن حين يكون راض عني النبي وحين يكون ساخط علي النبي. هي قالت هكذا. ولكن اسمع. قالوا لا، أنت اتهمتني أن هذا الحديث موجود عندي فقط. أكمل. سوف أعطيك أن تكمل. أنت قلت بأن هذا الحديث موجود عندي فقط، ولكن الحقيقة أنت تعلم به. لماذا كذبتني أصلا؟ كيف كذبتني وقلت هذا الحديث موجود عندي فقط وأنت تعلم الحديث؟ اسمع، من أدب الحديث يجب أن تسمع. اسمع جيدا. قالت والله لا أعرف
حين يكون الرسول غاضبا عني وحين يكون ساخطا عني. قالوا لا، كيف ذلك؟ حينما يكون يناديني باسمي يكون راضيا عني، وحينما يقول غير ذلك اعرف انه كان غاضبا عني. هل يغير هذا الامر اي شيء بانه ضرب زوجته؟ لم يضرب زوجته. الحديث امامك، انت تريد ان تحقق. الحديث تريد ان امامك تحقق. الحديث امامك. فلاهدني في صدري لهدة اوجعتني. ما معنى لهدة؟ ما معنى لهدة؟ ضربة. أوه، في اللغة العربية. نعم، ضربة. ماذا يسبب الوجع؟ هل القبلة تسبب الوجع؟ هل اللمسة تقبل الوجع؟ هل اللمسة تسبب الوجع؟ هل اللمسة تسبب الوجع؟ ضربة في الصدر تسبب. هل اللمسة تسبب وجع؟ ضربة في الصدر ثم تسبب الوجع في البطن. هل عندك منطق؟ إذا ضربت شخص، من قال في البطن؟ ضربها في صدرها أوجعتني. والبطن شخصا على يدي. أي بطن يا رجل؟ أي بطن؟ أي بطن؟ أنت تتكلم من بطنك. أنا قلت أن هي قالت فلاهدني في صدري لهدة أوجعتني. أي بطن؟ ابني بطريقة ما عشوائية. عشوائية. هل ضرب أبو بكر عائشة؟ هي ابنته، هي ابنته. إذن الرسول قد ضرب عائشة، وأبو عائشة ضرب عائشة، ومحمد أجاز ضرب النساء في القرآن. هذه هي ابنته، كل واحد. هل أجاز القرآن؟ هل أجاز القرآن؟ هل أجاز القرآن لك أن تضرب زوجتك؟ لم يجوز القرآن. القرآن لم يضرب بالضرب. لم يضرب بالضرب. لماذا؟ يعني اسمع، الكذب لا يجوز يا أخي، عيب. أنت رجل كبير. النساء الآية رقم 34 تقول واضربوهن واضربوهن، وأنت تقول بدون حياء لم يجيز القرآن بالضرب. أنت تكذب على من؟ لك يا أخي حالة ناشزة. نشاز. أنت قلت لم يجيز القرآن الضرب. أنت قلت. اسمع 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 يا أخي العزيز، إذا أردت. لماذا الكذب؟ تنشر مغالطات. لماذا الكذب؟ تريد أن تنشر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن، بمعنى النساء الشادات الشاردات التي لا يمتثلن لأزواجهن ويريدون أن يحدثون الفوضى. ممتاز. ممتاز ممتاز جدا. سمعني، لماذا كذبت؟ دقيقتين، خلال دقيقتين قد مضت. أنت قلت لم يشرع القرآن الضرب النساء. أنا سألتك هل شرع القرآن ضرب النساء الزوجات؟ قلت لا، لم يشرع القرآن ضرب النساء. والآن تفصح وتقول الشاذات. اسمع 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 اسمع، أين هي كلمة أين نرى كلمة أين نرى كلمة نشاذ؟ نشاذ نشوذهن. نشوذهن، هل نشوذهن كلمة بشعة؟ التي تخرج نشوذهن. هل هي يعني ماذا تعني نشوذ؟ ماذا معنى كلمة نشوذ؟ ماذا تفعل المرأة؟ تريد أن تتمرد على زوجها في البيت. هل هي تريد أن تتمرد؟ هل هو فعل سيء؟ التمرد يريد أن يهدم بيتا. أتعلم أنت ماذا تريد أن يهدم بيتا؟ أنت تصلح أولاد ولا أنت تصلح بيتك بضرب النساء؟ الشتات. أنت تصلح بيتك بضرب أنت تصلح بيتك بضرب النساء؟ هل تريد أسرة مثل هذا؟ نعم، المرأة التي تريد أن تخرب زوجها. اسمع، اسمع، تخرب بيتها. اسمع، يجب اسمع، أن اسمع، اسمع، يجب اسمع، 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 اسمع. هل كانت زوجات الرسول ناشذات؟ هل كانت زوجات الرسول ناشذات؟ هل كانت زوجات الرسول ناشذات؟ هل كانت زوجات الرسول؟ هل كانت يا عزيزي لماذا لا تجيب؟ هل كانت زوجات الرسول متمردات؟ تنشر مغالطات.
الضرب ليس هو المقصود هنا في القرآن، ولكن المقصود هو جمع الشتات. الشتات، أي شتات يا رجل؟ إذا ضربت المرأة سوف تهرب. أسرة، حفاظ على أمن الأسرة هو إن كان الحفاظ على إن كان رسولك يحرص على الأسرة، أسرة لم يسمح لك بزواج العديد من النساء. أي أسرة؟ لديك 4 أسر. ثانيا، الأسرة. أنا أسألك، هل كلمة نشوز هي أمر سيء؟ أمر سيء بطبيعة الحال، نشوز أمر سيء يجب أن ممتاز يعالج هناك. ممتاز ممتاز. نعم إذا كان الرجل ناشزا فما الحل؟ يعالج. نعم إذا كان الرجل ناشزا ما الحل؟ نعم حينما يكون مريضا، اسمح لي، هناك حينما يكون مريضا بالسرطان نعم ويذهب عند الطبيب ويقدم له أول ما يقدم له هناك أدوية، ويقدم له عنده يقدم له ريجيم، ويقدم له عدة أشياء، ولكن حين نقول آخر الدواء الكي، ولكن أحيانا يستعمل الليزر من أجل إبعاد قتل الورم، من أجل إزالة الورم، من أجل أن يبقى الرجل صحيحا، أن أي يا أخي، أي سرطان وأي أمراضان؟ هذه امرأة ناشز، لماذا نضربها؟ لماذا لا؟ اسمع اسمع، أنا سألتك هل كلمة نشوز أمر سيء؟ قلت نعم. إذا كان محمد ناشز ماذا نفعل مع نعم محمد؟ إذا محمد هو من ارتكب النشوز ماذا نفعل مع محمد؟ اسمح لي، هناك زوجات كثر طيبات قصر صالحات بنات طائعات، ولكن لابد أن نجد في المجتمع من هو غير ذلك، يريد أن هل يسيء. كانت زوجات الرسول طائعات؟ الرسول لابد أن هناك وقع مشاكل بينه وبين أزواجه، أنا سؤالي ويريد أن محدد، هل كانت زوجات الرسول طائعات؟ لأنه كل نعم كانوا طائعات، ولكنهم كانوا يريدوا كل كما هذا يريد النساء كلام، جميعا. هذا كلام غير صحيح. القرآن قال قد صغت أيمانكم، صغت أيمانكم إلى الكفر. اسمح لي، عيشوا حياتهم الطبيعية، هذا وقع مع الأزواج إذا التي تزوجناهم من بعد. الحياة الطبيعية أن تكون المرأة نشاز بحسب القرآن. أنت تقول الآن أنت تبرر أن لا فقط لأنهم زوجات الرسول، تبرر لهم ماذا فعلوا. أي نفاق هذا يا رجل؟ حينما نسأل عن المرأة تقول أن المرأة الناشز المتمردة تدمر البيت، هي امرأة سيئة، ولكن حينما نقول زوجات الرسول فجأة تدافع عن الموضوع، وزوجات الرسول جيدات ولكن هناك مشاكل. اسمع، القرآن الله تكلم عن الموضوع، القرآن الله تكلم عن الموضوع، اسمع، الله تكلم عن الموضوع. القرآن وصف زوجات الرسول بأنهم كفار. اقرأ القرآن، إن تتوبا إلى الله فقد صغت أي قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، تظاهرا يا رجل، هناك مظاهرة ضد حكم الرسول، يصرخون ويقولون يسقط محمد، يسقط الكافر، يسقط الظالم. لا، هل تظاهر هو صغت تظاهر صغت صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ماذا حصل للرسول؟ الرجل ضعيف يحتاج للدفاع من جبريل والله والمؤمنين والملائكة، كل هذا لأنه في خصام مع زوجاته. اسمع اسمع اسمع، سؤال أخير، سؤال أخير، أنت تضيع وقتي، ومن الواضح أنك تراوغ وليس لك هدف إلا المراوغة. أنا أسألك سؤال بسيط، أنت قلت كلمة شذوذ، أنت قلت كلمة شذوذ أو نشوز هي أمر سيء. إذا كان الرجل ناشز ما حق المرأة مع الناشز؟ أقول فهمتي، نعم شيز والمرأة ناشزة، نعم أنا أقول الرجل إذا كان الرجل ناشز نعم صحيح. ماذا وإن صحيح؟ امرأة خافت من نشوزا أو أنا إعراضا، أسألك عن الرجل يا رجل، اسمع،
إذا كان هناك رجل ناشز، رجل رجل وليس امرأة، ماذا تستطيع المرأة أن تفعل مع الرجل الذي هو ناشز؟ هل تستطيع أن تضربه؟ ممكن أن تضربه، هناك نساء قويات، لماذا لا تضربه؟ هل تقول أن في الدين، أن الدين في الإسلام يسمح للمرأة أن تضرب زوجها؟ هل تدعي بأن الدين في الإسلام شرع ضرب الزوجة لزوجها؟ اسمع اسمع، المرأة لها من الذكاء والحيلة وال، هذا ليس هو السؤال. لا تراوغ، لا تراوغ، لا تراوغ الرجل، لا تراوغ يا رجل، لا تراوغ، لكن كون 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 صادقا. أنا أسألك، إذا كان الرجل ناشذا، اسمع اسمع، طب أنا أسألك، هناك عدة رجل هو ناشز، أنت قلت رجل الآن عند الطلاق ممكن آخر لحظة، أنا أسألك رجل هو ناشز، اسمع يا رجل اسمع، نحن لسنا أطفال. إذا كان رجل هو ناشز فما الحل معه؟ الرجل إذا كان الرجل ناشز فإنها تستعمل جميع الحيل والذكاء والقوة والمعارف والقتل قانون والقانون، إنها لن تتصرف لوحدها. طيب كما تشاء، لن يبسط السؤال، لن يبسط السؤال، هل الرجل الناشز، هل الرجل الناشز رجل سيء؟ هل الرجل الناشز، هل الرجل الناشز رجل سيء؟ رجل سيء طبيعة الحال، رجل سيء، ممتاز، رجل سيء. اسمعوا يا أخوة، هو قال الرجل الناشز سيء، ولكن الرسول بحسب القرآن ناشز. كيف كيف هذا؟ كيف أنك أتيت بهذه ولبقت هذه؟ اقرأ معي القرآن سورة النساء. اسمع 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 اسمع، أنت قد دمرت الإسلام وفضحت الرسول. الآية رقم 128 سورة النساء تقول: وإن امرأة، اسمع يا رجل اسمع، لقد ضربت الرسول في 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 مقتل. أنت قلت أن الرجل الناشز، أنت قلت أن الرجل الناشز هو سيء، هو سيء، هو سيء، وهذا القرآن يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا، وهذه الآية عن الرسول تحديدا وعن سودة بنت دمعة. لا، ليس عن الرسول. هل تتحداني؟ هل تتحداني؟ أتحداك والله، أنا أتحداك. افتح أي تفسير، أتحداك، افتح أي تفسير وقرأ لنا التفسير، تحدي. والله العظيم الله يتكلم بعموم اللفظ ولم يقل الرسول. أنت تكذب، أنت تكذب يا هذا، افتح التفسير، أي تفسير، أي تفسير، أنا أتحداك، افتح أي تفسير، أي تفسير. اسمع اسمع، لماذا لن تقبل التفسير؟ لماذا لا تقبل التفسير؟ خاصني نقرا التفسير ديالك انت يا دابا، خاصني نقرا التفسير ديالك. انت تقول الان ان التفسير كله كتب من الكذابين المسلمين الكذابين. هل تدعي بان المسلمين الذين فسروا القران هم كذابون؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير إذن صحيح. اذا قل لي اي تفسير تريد ان افتح لك، وسوف افتح التفسير في الشاشه. تفضل. تفضل. أي تفسير تريد؟ أنا لا. هل تريد ابن كثير؟ هل تريد القرطبي؟ هل تريد الجلالين؟ هل تريد أي شيء؟ أي شيء؟ فقط سمي التفسير وسوف أفتحه. هذا غير، لا يوجد بالضبط. ماذا؟ اسمع، أنت قلت أن من يقول هذا الكلام، الشخص الذي هو ناشز، الرجل هو شخص سيء بالطبع، وهذا التفسير أمامي، هذا القرطبي، هذا القرطبي. اسمع 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 اسمع، لا، هذه الآية، هذه الآية عن الرسول، عن الرسول، عن الرسول. اسمع، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تكذب؟ هذه الآية أمامك، وهذا التفسير، وهذا القرطبي. أنت الذي تكذب.
أخي العزيز، إذا كنت أنا إذا كنت أنا من أكذب فكيف أعطيك الدليل والبرهان؟ أنا من أعطيتك الدليل يا رجل. هذا الحديث وهو صحيح، اقرأ معي، هذا الحديث وهو صحيح يقول عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت الآية: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما. وهذه آية النشوز. من الذي يكذب؟ وهذا هو تفسير، وهذا هو تفسير القرطبي. أنا سوف أبعثه لك على سكايب، تفضل اقرأه. وأتحداك يا رجل أن تأتني بتفسير واحد مخالف. أتحداك أن تأتني بتفسير واحد مخالف. اسمع، تقول خشيت سودة، يقول القرطبي صلى الله، يقول القرطبي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول القرطبي يقول عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: تطلقني وأمسكني واجعل يومي منك لعائشة، فقالت: فنزلت الآية: لا جناح عليهما، إلى آخره. وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا، وأنت من سألت وقلت: هل كلمة نشوز إذا كان الرجل ناشزا؟ اسمع، أنا لا أعرف لماذا تريد أن تلصق هذه الآية بالرسول. هي عن الرسول، أن أنتم مسلمون تقولون هذا، ليس أنا. لا. لماذا؟ لا أعرف. أخي العزيز، وهذا صحيح البخاري، وهذا صحيح البخاري. اسمع، أنت تحاول جهدك أن تكذب على ابنتك، هذا معيب، هذا مشين. هذا البخاري أيضا. اسمع، دليل إضافي. اسمع، هذا البخاري، هذا البخاري وهذا مسلم. البخاري ومسلم يقولون: وإن امرأة خاف من بعلها نشوذا أو إعراضا، قال، اسمع، قال: نزلت في المرأة. أي مرأة؟ المرأة التي هي زوجة محمد، هي سودة بنت دمعة. لماذا تكذب يا رجل؟ أكذب يا رجل لأن هناك أكاذيب كثيرة. إذن أنتم مسلمين كذابين. أنتم مسلمين كذابين. اسمح لي. أنتم كمسلمين تكذبون. لكن لسنا كذابين. الله يتكلم بعموم اللفظ. اسمع، هل كذب القرطبي؟ هل كذب ابن كثير؟ هل كذب الجلالين؟ هل كذب الطبري؟ هل كذب الشوكاني؟ هل كذب الفيروزي؟ هل كذب السمرقندي؟ هل كذب الماوردي؟ هل كذب البغوي؟ هل كذب العزيزي؟ هل كذب ابو حيان؟ هل كذب كل اهل التفسير؟ كذبوا، كلهم كذابون، وانت الصادق يا رجل. من الصباح وأنت تقول، أنا أقول لك شيئا لا تريد أن تفهمه. قلت لك بأن المسلمين اجتهدوا وأخطأوا، وأنت في حينما يخطئون أنت ترجعهم كذابين. أنت تقول، وهذا حينما أقول أنا كذابين. اسمع، أنت منافق. أنت منافق. حينما أعطيك حديث من البخاري، أعطيك حديث من البخاري وهو حديث مصدق من جميع المسلمين، تكذبه. اسمح لي. التفاسير. أنا ضيعت وقتي معك، أعتذر. أنت شخص كذاب. لا تضيع وقتي. أنا أعطيك الدليل والبرهان. وماذا تقول؟ هذه الأحاديث مكذوبة، هذه التفاسير مكذوبة، أنت كذاب. أنا لدي الدليل وأنت إنسان عليل. Sorry guys, we have to speak in Arabic all this time because this is the father of this girl who left Islam and he is trying to lie as much as he want, and I show him reference after reference after reference, and each time I show him
I say, this is al-Bukhari. He says, this is hadith only exists in your book. It's not existing in al-Bukhari. I said, man, it's in the front of you. It's there. No, it doesn't say that. It doesn't say that. Where? There's no way. This is. And then when we showed to him, etc., and he started changing the you know, he says, yeah, you know, there's some hadith. You know, there's a problem. You have to think. You have to. It's, what the heck? I'm not going to waste my time with you. Him and his wife, I ask him, are you allowed in Islam to your wife? He says, you have no right to question what my relationship with my... I'm not asking you. He will make a drama now. I said, I'm asking you about the religion. Is it true you are allowed to lie to your wife in Islam? Don't ask me about my relationship. What the heck? Anyway, his daughter is watching, and I gave all the reference in the front of their eyes, and she can judge who is lying. And now I guarantee you, she will leave Islam forever. Not only she left Islam, she will never be Muslim, because she witnessed how her father is not even honest, desperately lying. And I was being very patient, by the way, because I promised her to speak to her father. And he was accusing me to be a liar, and I'm being patient. I don't want to insult the man. But I can't take it no more. And the second I asked him a question, he changed the topic in the speed of light. I have to repeat the question 1,000 times. Yeah, exactly. You cannot awake people who they are pretending to be asleep. Hello? And the second I ask him a question, he changed. Hi. What do you think about what happened? I told you. But do you see how your father, I'm sorry, you know, I don't want to be rude, but he's lying. Don't you agree he's lying left and right? Look, that's also my problem, I told you, because like... You see, sometimes he used hadith, and he said, like, he don't believe in hadith, then... Yeah, if the hadith is sweet, his propaganda or agenda, the hadith is good. The second we show him the hadith, and it's from al-Bukhari, suddenly al-Bukhari is a shish kebab. It's not real, you know? And I, like, when I ask him about, is it allowed for you as a Muslim to lie to your wife? Suddenly he starts playing drama, like, why you are asking me about my relationship with my wife? I said, man, I'm not asking you about your relationship. I'm asking you about the religion. What does this have to do? So he will play victim in front of you, so you will feel bad, and then maybe you will, like, you know, you will not listen. You know what I mean? No, I'm my father's daughter. I know my dad. Like, I knew when he's, like, he start talking. He's a talkative man, like, He would try to explain himself in like any way, you know. I know my dad. It's okay. I just want you to call him. It actually doesn't matter to me if he answer you or not. It's just like if I come up to him and I told him I left Islam, I would just want him to understand why. That's all. For him taking like you or your words, it's to be honest, it's not a big deal. It's just that for him talking to you is enough. That's all. Yeah, and but what do you think about what happened? Yeah, it was fun. I was laughing the whole time. Okay, if you are watching a boxing match, how many do you give to your dad and how many you give to me? Look, I told you, it's hard to talk to a Muslim Arab man. I know. It's okay. It's okay. Yeah, if this was a boxing match, your dad, he will have bruises all over. My mom was behind him, like, she's talking also. She's like, what? Like, no, this is not true, blah, blah, blah. She's supporting my dad. Yeah, also. It's okay. I understand. You know, I understand. I understand. It's okay. No problem. But you see, as you see,
And by the way, I gave you all the reference, by the way, in your Skype. No, no, I know. I know. I've seen them. I've seen Yeah. them. So not only I'm showing them in the screen, so later he cannot say, oh, I didn't see what he's talking about, you know? So when he say it's not true, it's only exists in your book. This is a book is not exist. And then I give the link. I show it in the screen. I read it for him in Arabic. And instead he said it's not true. Nowhere it says that. But the funny thing is, the most funny, is when I ask him what the word nashuz mean, he says, is it a bad thing? He said, yes. I said, if a man, he do that. Is that a bad thing? He said, sure. It's a bad thing, you know? I got the same answers from him when I told him, like, about, like, is it allowed to beat women in Islam? And he said, no. And I told him about the surah and stuff, and he answered me the same way. And, you know, his answers are the same. Like, even... But you say he's not being honest. He's not being honest. How he say to you, no? You ask him a question. Is it okay to beat women in Islam? He said no, right? And then when you show him He said no, but those women who are not really, like, really not good, blah, 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 you can beat them, but if she's really, really bad, just divorce her. If a woman, she is bad, do you think by beating her, excuse me, you will make her a better person? No. Exactly. She will be more ugly. She can put poison for me in my dish. She can kill me slowly, as the Shia, they accuse Aisha that she is the one who put the poison for Muhammad. So if you beat your wife, this is the worst decision you make, because now you have an enemy inside the house, a woman who hates you. She can open the door for your enemy. She can put poison. She can go to Walmart, buy some poison, and kill you like a rat, you know? I mean, what the heck with this? If you are not happy with her and she is a bad person, well, let her go, especially in Islam, you know, just divorce me. You know, you say you are divorced, she's gone. That's it. Very easy. There's no need for court, no need for judge, no need for lawyers. Yeah, two words. I know. And also you can see from his answer when you asked him, like, can women beat their men if they were, like, bad? He said, well, women are strong. Yeah, women are strong, you know, like exactly. Actually I saw an article. There is no proofs, but my dad is like this. I know, like, I came from that family. I know, like, it, and I expected this result, to be honest, but I'm just happy that I heard him saying this to even other people that really can debate, you know, because I feel like I'm not really good because I don't know much. So he could tell me something and I'll be like, okay. But if you can reply him with something else, but he's still denying, then you see, this is shows that there is a big problem there. And but you know, now you have a recorded evidence against him. I showed every single hadith, every single evidence on the screen. And yet he keep denying it. Like now, when we showed him that this is about the prophet, the one about Nushud, he said no. And then I say, okay, is this guy lying? Is Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain? Name one, just one. One agree with you. He will not name, because he knew I'm saying the truth. Look, I know that you're more experienced than me, of course. Like, Muslims are like this. If this works for me, I will take it. If it doesn't work for me, I will leave it. If I feel like you say, he used also some hadith, right? He used some hadith. Yeah. Which means he believes in hadith. But the moment that you start using hadith also, he said, then those people, maybe they tried, but they still made a mistake. So if it's a mistake, then it's why a mistake. So are what? You using it? Yeah, while you use a book, it's possible to be full of mistakes. When you want, it's okay. When you want, it's bad. And not only that, he deny knowing things, but the second I start reading them, he know them. You know? In the beginning, he denied them. Yeah. Anyway, I'm glad that's, you know, I spoke to him, because at the end of the day, people will learn how Muslims, they try to defend falsely their false prophet. Like, you know, when I showed him that the prophet, he taught a man
not to marry a woman, but to marry a child. What he said? The prophet, he knew what is in the heart of men. He knew what they like. That is the most crazy answer ever. Because if men, they like to have sex with the children, shouldn't I, you know, tell them to repent? Or encourage them to do it? The woman, she is married to the man, and he is married to the woman, and they are happy. He's not complaining. The guy in rush to go home. Why you are telling him, why you marry this, you know, a woman, she is not a virgin, she is not young. Why you don't marry a child, huh? Like the devil, you know? The devil, when he whispered to you, and he tried to make you do ugly stuff, and he justified it. And what a justification? To play with her. Look how evil. So Muhammad, he enjoy having a child in his bed because he want to play with her. He is a psycho. He is mentally ill. Pedophilia is an illness. It's not just a person who is committing a crime. It is, in science, it's an illness. Where a person, he enjoy a child. And this is what Muhammad is. And he made it clear. So you can play with her and she play with you. She will, you amuse her and you will, she will amuse by you. If you even asked him about that, like about Aisha's age when he married her, that will be another topic with my dad, because I know the answer. I know the answer. I told yeah, actually, I was going to talk about that, but then suddenly we spoke about something else, and then, like, you know, we skipped it. Yeah, he was a he got let the like a bruise less. He will say, no, they lie about her age, blah, 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 because I asked him before. And he was like, ah, they're lying about her age. It's not true. But it's okay. And anyway, thank you really so much. I know now it's too late there. And really, thank you for talking to him. Yeah, actually, it's already morning time here. You know? I know. It's 4:49 a.m. Really, thank you so much. That was really satisfying, I'm not telling you. Yeah, well, that was fun. Well, thank you. Thank you, my dear sister, my little dear sister. I am happy that you left Islam, and I will be happy always to help you. If you want to know about the Bible, about Jesus, I will be happy to help you. And I hope, and we pray, that your father, he will read all the reference, and he will be honest with himself, you know, because we have the proof, everything we said. He will be honest with himself, and he will leave Islam too. My dad, because before he lived in Europe and he had a lot of Christian people around him too, he used also to talk to them and stuff, and he believes that he's right. Like, my dad is old. Like, my dad is so old. Like, you can't convince him otherwise. It's okay for me, actually, because he can have what he believes in. It doesn't affect me much. It's just that I want him to respect what I believe in, and that's all. That's, if it's okay if he wants to believe in what he believes in, then that's his thing. It's fine. All right. Well, yeah. I'm glad that we have him anyway, and people, they will be the judge. And you are, you know, at the end of the day, it's my, what important for me, that's you are watching, listening, and you can be the judge. And already you told me what you judge, what is your judge about. So obviously your father was a big failure. He could not defend anything. And not only that, he was trying to escape the truth. Clearly. Yeah. Well, thank you very much, my sister. And I'm not going to keep you longer. Say hello to Bruce Lee in China. Take care. Ching hong, chi hong, hi hong. Only Allah knows what I said. Anyway. Somebody saying, was I'm good in translation? I wasn't looking at the chat. Who was translating? Somebody, his name or her name, BB. Okay, BB was translating. Let me go back. Because the whole page of the chat was behind. I don't see it. You know, and I need to go back and see if you were translating. I don't know.
Well, maybe if you are good in translating, you can download the video and add subtitle to it. That would be a good thing. You know what I mean? Well, thank you, baby, for translating if you did. But it would be better if you download the video and add subtitles so those who don't speak Arabic. You know, translation is not easy, especially like we are talking fast, you know. So it's not, it's a very difficult job. It will take a lot of work, actually. So if you can do it, that would be wonderful. So at least people who could not understand, they can go to zero and watch it again. Well, I mean, those who speak Arabic, they will find, you know, a lot of info in this. One person said that he brought a sheikh to debate you and he already sent you a text in Skype. My friend, my voice is tired. It's getting so late. And I don't know, where is the sheikh? If he is like a fat one, I will stay. If he's just like a guy have a beard, it's not worth it. Who is the one who said he have a sheikh? الذي قام بالترجمة Arabian Christian. Arabian Christian, there is somebody whose name Arabian Christian here. Yeah. Who is the one who have a sheikh? I can still take him for a snack, it's okay. Another 4 hours. Alfred G, Arabian princes, Bibi, and some others Arabic speakers have done some translation. Wonderful. That's very good. Yeah, you know what they can do. I mean, because I promised her, and she was waiting actually. You know, she invited me for a joint call, and I was speaking to the previous person from Africa. You know, that wonderful person who called us. He said he translates my videos to many other languages. And I don't want to hang up on him. I don't want to be rude with him, you know. I have a lot of passionate for people in Africa. And I'm so happy to hear that they are finding a great use of my videos, knowledge, so they can fight this cult in their territory. All right. Do we have a sheikh? I don't see any sheikh. I'm looking at my Skype. I see nothing. Yeah, anyway, I think it's time to go, guys. Obviously, it's getting too late for me, and I don't know if I'll be able to sleep. This is the problem now. If you stay so late, you know, I mean, soon it's going to be morning. Soon it's time for coffee again. Was waiting for this call for the last days, even without understanding everything. We pray for the girl. Okay. Yeah. Well, you know, we do our best. And the one who want to listen, we are speaking with honesty. We don't lie. We show the proofs and reference from their books. And what is their answer? Those are false reference. Which means they are accusing the Muslims. The Muslims accusing the Muslims to be a bunch of liars. So how we can trust anything the Muslim they come with? Muslims are allowed to lie, and always you need to remember that. So when we debate Muslim, we don't debate them. We don't. We get them busted. We bust their lies. You cannot debate a liar.
take that from me. You cannot debate a liar. But you can bust him. Because a liar, he will give you a lie, not an answer. When two people want to debate, the only way a debate can happen if both of them, they are decent. If not, if there's no decency, this is, will not be a debate. This is, will be a chase between a cat and a mice. I got you busted. This is why I don't believe that I do debate Muslims. Maybe 99% it's not a debate. It's just getting them busted. And if it is a real debate, the Muslim will leave Islam. Thank you all for being here. May the Lord bless you. And I apologize, I cannot stay longer. I'm getting a little bit tired. And until I see you soon again, maybe tomorrow, Lord, if the Lord give us the energy to do it, I will be happy to meet you again. Again, happy Thanksgiving, and let us have a Thanksgiving day for the Lord every day, for the health. Even when we are poor, we are thankful. Even when we are sick, we are thankful for everything we have is coming from Him. When you breathe, you are gifted. When you are able to see, you are gifted. There's millions of people that are blind. When you hear, you are gifted. There's millions of people that are deaf, they cannot hear. If you can walk, you are lucky. There's millions that cannot walk. If you can use your hands, if you can eat without pain, if you can think, you are gifted. So imagine how many gifts we have, and we complain every day. So I'm very thankful for the Lord, for things I have and things I don't. Because I don't have them, I believe for good reason. And maybe that reason is for my good. Thank you all for being here. May the Lord bless you all. And this is your brother Christian Prince, was serving you humbly for today. We pray for those who came today, those who learn, those even who reject to listen and to believe. Take care and God bless you.